احسن مدير كرة في مصر. عايز اسالك على اخبار معتز ايه؟ مين معتز؟ طيب ايه رايك تحليلك في مدرب الحراس بتاعنا يا كابتن؟ او اتكلم الكابتن سيد في الاول. لا يعني خلينا نتكلم في الاهلي يا جماعه من فضلكم. يا كابتن سيد، هو سؤال مباشر من احمد صفوت، بيقول لك كابتن سيد، هو كهربا جاي نادي الاهلي؟ زي ما قلت لكم يعني نفس الكلام، احنا الموضوعات دي كهربا بالتاكيد لعب كويس طبعا، لكن احنا عندنا خطوات معينه ماشيين بيها. الخطوات دي بتقول تعرض الامر على الجهاز الفني، سواء كان لعيب خارج من النادي الاهلي او داخل النادي الاهلي، الملف ده بكل ما فيه ما اتفتحش خالص. وحضرتك رديت عليه من شويه وقلت ان الراجل لغايه دلوقتي ولا ابدا اعتراضه على حد، ولا قال همشي حد، ولا قال هجيب حد. مظبوط، حتى هذه اللحظه. طيب حد بيسالك ايه الفرق، علي مصطفى بيقول